السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حيكون موضوعنا عبارة عن الـ DIC أو Disseminated Intravascular Coagulation. هو عبارة عن أحد الأمراض المكتسبة اللي بيكون فيها مشكلة في الـ Coagulation Mechanism. معروف إنه أي مشكلة تحدث عدم التوازن ما بين الـ Bleeding و الـ Coagulation Activity حينشأ عنها حالة إما هيموريج أو Thrombosis، فبالتالي بتختل المنظومة الداخلية داخل جسمنا. الآن بالنسبة لتجلط الدم، زيادة تجلطات الدم بتؤدي إلى انسدادات في الأوعية الدموية، وبالتالي هاي الأوعية بتكون مغذية لبعض الأورغانز وهذا يؤدي إلى تلفها. الآن في بعض الأحيان يحدث اللي هو systematic activation للcoagulation factor، تنشيط العوامل التجلط، وsystematic بمعنى تتأثر فيه كل أنظمة الجسم وكل خلايا الجسم، وهذا يحدث بسبب DIC، هو disseminated intravascular coagulation. مريض DIC بيكون ظهر عليه أعراض اللي هو الكوجيليشن كما هو موضح بهذه الصورة. المواضيع اللي حنتطرق لها إن شاء الله تعريف DIC وأسبابه، الباثو جينيسيس تبعته، إمراضيته، وما هي العلامات اللي تظهر على مريض DIC. تعريف DIC إنه هو عبارة عن مرض مور كومبلكس، يعتبر سيستماتيك، يحدث فيه تكوين للثرومبوسيس ونفس الوقت هيموريج، فبنسميه systematic thrombohemorrhagic disorder. بيكون في هناك تكوين لانترافاسكولار فيبرين بالإضافة إلى استهلاك لعوامل التجلط واستهلاك صفائح الدموية، ففي اختلال ما بين تكوين الجلطة واختلال ما بين اللي هو ما بين البليدنج والثرومبوسيس، فمفيش توازن، فبتظهر الأعراض السريرية على هذا المريض وبيكون عنده intravascular coagulation بالإضافة إلى هيموريج، تجلط داخل الأوعية الدموية وأيضا عنده نزيف. ففي حالة الكوجوليشن، في حالة الهايبر كوجيبل ستيتس، بيكون تنشيط لعوامل التجلط وتنشأ عنها الثرومبوسيس، وبنفس الوقت بيكون الكوجوليشن بتحفز الفيبرينولايتك سيستم وبيبدأ عملية إزالة الجلطة بمجرد ما تكون وبتحدث الهيموريج. إذا هو عنده في مرحلة من المراحل بيكون هايبر كوجيبل ستيتس وهايبو كوجيبل، مفيش في توازن ما بين الحالتين هذه، فينتج أن نفس الشخص بيكون بيعاني من أماكن فيها جلطات وأماكن أخرى فيها نزيف. أسباب DIC: سبسس، وجود بعض سموم البكتيريا، سيفير إنفكشن، بعض الماليجنانسي سواء كانت سوليد تيومر أو مايول بروليفراتيف ماليجنانسي، بعض المشاكل لها علاقة بالنساء والولادة زي obstructive complications اللي هي amniotic fluid embolism، abrupt placenta، واللي هو retained fetus سيندروم، تروما إذا كانت نيورال تروما بتحديدا، أيضا في حالات organ obstruction، في حالات الحروق، في حالات الفشل الكبدي مسمي سيفير هيباتيك فيلر، في حالات الهيماتولوجيكال ريماتولوجيكال إلنس اللي هي مشاكل المفاصل، بالإضافة إلى الهيموليسيس. بما هي ما هي التريجر للفاكتور؟ ايش اللي بيخلي بداية هذا المرض يحدث؟ انه بيصير في هناك افراز لبعض المواد التي تساعد في تنشيط عوامل التجلط داخل الاوعية الدموية. هذه التريجرز او شرارة البدء اللي بتخلي عوامل التجلط تتنشط هي ريليز للتشو فاكتور، فاسكولار اندوثيليال سيل انجوري، لايبوبوليساكرايد، انتيبادي انتجين كومبلكس، بروتييسز، مايكرو بارتيكلز، وباثوجينيك مايكروبز زي الفيروسز. بالنسبة للباثوفيسيولوجي للدي اي سي بمر بثلاث مراحل أساسية: اكتيفيشن لعوامل التجلط، في عنا تثبيط للأنتي كوأجولانت ميكانيزم الموجودة في جسمنا، وفي زيادة في نشاط الفيبرينولايتك سيستم. بالنسبة للاكتيفيشن للكوأجولاشن يحدث في حالات التشو دامج، اندوثيليال دامج للإندوثيليال أو الإندوثيليال إنجوري، في حالات الهيموليسيز، لوكيميا، وأيضا دخول برو كوأجولانت إلى الدورة الدموية، فبتبدأ عملية تنشيط هذه الفاكتورز. إيش اللي بيخلي الأنتي كوأجولانت يحدث لها عملية سبريشن؟ أول حاجة إنه بيكون في انخفاض في الأنتي ثرومبين أكتيفيتي، في عنا انخفاض في نشاط بروتين سي، أيضا في عنا تيشو فاكتور بلازمينوجين إنهيبيتور، في عنا خلل في نشاطه. بالنسبة للإمبيرد فيبرينولايسيس، وجدت التجارب العديدة، التجارب الكلينيكية على مرضى الدي اي سي، ان الفيبرينولايتك سيستم بيكون فيه عنده سبرست
بيظبط عند ما يكون في هناك الاكتيفيشن الكوجوليشن في اعلى اوجه او في اعلى قمته، بكون معنى الحكي انه بكون انخفاض في نشاط الفيبريولايتيك سيستم مع زياده في الكوجوليشن اكتيفيشن. تمام. ايضا وجدوا انه هذا الانهيبيشن الفيبرينولايسيس بيسببه ارتفاع في البلازما بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور 1. ارتفاع البلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور في البلازما ايضا يعتبر احد الاسباب اللي بيثبط الفيبرينولايتيك سيستم. الان هاي الميكانيزم احنا عارفين بلازمينوجين بتنشط الى البلازمين ومحتاج بلازمينوجين اكتيفيتور اللي هو يوروكاينيز والتشو بلازمينوجين اكتيفيتور، اما المثبط هو بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور. الان زياده معدل بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور يبقى البلازمينوجين بصوره الان اكتيف، وبالتالي بيصير في عندنا خلل في الفيبرينولايتيك سيستم وينتج عنها حاله ثرومبوسيس. لكن إذا في بعض الأحيان في المكان بصير فيه تكوين للجلطة بصير فيه عندنا تنشيط للفيبرينولايتيك سيستم وحنحكي عنه مستقبلا. ما هي الفاكتورز التي تستدعي حدوث الدي اي سي؟ أول حاجة وجدوا أنه أي خلل في الريتيكولو أندوثيليال سيستم ممكن يكون عامل مساعد لحدوث الدي اي سي. فوجدوا أيضا أنه بعض المنتجات اللي بتنتج من الانترافاسكولار كوجوليشن زي الفري فيبرين وبروثرومبينيز وبليتلس فاكتور 3 بالاضافه لاندوتوكسينز تيشو فراجمنتس انتي بودي انتيجين كومبلكس ثرومبوبلاستين والريد سيل ستروما بيحدث لها عمليه ريموفال بفعل الريتيكولو اندوثيليال سيستم. ووجدوا ايضا انه الهيباتيك سيل قادره على عمل كليرنس لبعض الفاكتورز النشطه زي فاكتور 9 النشط و10 النشط بالاضافه الى فاكتور 12. في الدي اي سي ايش اللي بيصير؟ في هناك بعض السبستانس بيحدث انها بعض المواد تعيق نشاط الاندوثيليال سيلز في اندوثيليال سيستم في التخلص من هذه المواد النشطة، وهذا يحدث في حالات الجلوكوكورتيكويد ثيرابي او في حالات الشخص اللي بيعاني من ليفر ديزيز. اذا الشخص اللي عنده خلل في الريتيكولو اندوثيليال سيستم نجد تراكم الكوجوليشن الكوجولانت فاكتور النشطة بالاضافة الى مخلفات عمليات الكوجوليشن تتراكم. ايضا هيباتيك ديسفانكشن لو كان هناك خلل في وظيفة الكبد. فالأمراض المزمنة والحادة للكبد وجدوا أنه بتعمل على خفض في إنتاج فيتامين كي ديبندنت فاكتور زي بروثرومبين فاكتور 7 و9 و10 بروتين سي وبروتين اس. تمام. مع بقاء باقي الفاكتورز بتكون طبيعية، لكن في حالة لما يكون في التهابات أو أمراض مزمنة أو حادة في الكبد معناته تتوقف إنتاج هذه الفاكتورز. فكنتيجة لو حدث هيباتيك فيلر هيؤدي ذلك إلى انخفاض الفاكتورز الكوجوليشن فاكتور، وهذا بدأ يعمل ديفلوبمنت للدي اي سي. أيضا في حالات الليفر سيروسيز أيضا بيساعد على تطور مرض الدي اي سي، ما عدا طبعا اللي هو فاكتور 8 سي هنا برو اكتيفيتي. تمام. مع الفون وليبرانس فاكتور انه بكون وضعهم طبيعي لانه فاكتور 8 لا يحتاج الى فيتامين كي. تمام. وجدوا ايضا انه الابنورمال فيبرين وبروثرومبين ممكن يكون موجود عند هذول المرضى في هاي الحاله. ايضا في عندنا خلل في عدد ووظيفه الصفائح الدمويه، ايضا هذا وجدوه عند غالبيه الناس اللي تطور عندهم مرض الدي اي سي. في حاله الهايبوكوجلوبستاتس وجدوا ايضا انه في هاي الحاله بيصير في عندنا اللي هو وجدوا انه الصفائح الدمويه العديد من الفاكتورز فاكتور 1 و2 و7 و8 و9 و10 وجدوا انه يزداد معدلهم ووجدوا ايضا انه الانتي كوجولانت اكتيفيتي الموجود طبيعي في جسمنا بالاضافه الى الفيبرينولايتيك سيستم اكتيفيشن له بينخفض. اذا في نشاط زايد مع عوامل التجلط مع انخفاض في نشاط الانتي كوجولانت فاكتور بالاضافه الى تثبيط للفيبرينولايتيك سيستم، هذا اللي بيخلي هناك زياده في تكوين الجلطات. فوجدوا ايضا انه في فتره الحمل بعد 4 شهور
من الحمل، وجدوا أنه بيزداد معدل الهايبوكوأجلابيليتي عند هذه الست، وذلك بسبب زيادة ملحوظة في تكوين هذه الفاكتوز. وعشان هيك وجدوا أنه الدي اي سي مرتبط بالكومبليكيشنز للحمل. أيضا في حالة الأسيدوزز، في حالة انخفاض البي اتش، وجدوا أنه أيضا البي اتش يساعد على تنشيط عوامل التجلط، وبالتالي يصبح هذا المريض عرضة لتكوين جلطات وبدخل في حالة الهايبوكوأجلابيل ستيتس. لو كان عنده مشاكل في اللي هو المايكرو سيركوليشن، لو حدث مشاكل في المايكرو سيركوليشن هذا يؤدي الى استاسيس في البلاد فلو، توقف الحركه الطبيعيه للبلاد، وهذا يساعد على الاجريجيشن للبلاد سيل من ضمنها الصفائح الدمويه، وهذا الاستاسيس بيظهر في المايكرو سيركوليشن في اللي هو البلاد فيزل السمول، وهذا بيسمح انه عوامل التجلط تتنشط وبيساعد على تطور مرض الدي اي سي. ايضا الاستاسيس في البلاد بيعمل على تجمع دموي جاينت هيم انجيوما، بيعمل تجمع دموي في الاوعيه الدمويه مؤدي الى حدوث ايضا الدي اي سي. في حاله الانهيبيشن للفيبرينولايسيس هذا يحدث في حاله الايجنج مع العمر، في حالة السموكينج، في الديابيتك وفترة البريجنانسي، وأيضا لو استخدم هذا الشخص أنتي فيبرينولايتك ايجنت زي الـ EACA واللي هو BAMBA، هو عبارة عن أنواع من الأدوية اللي تستخدم كأنتي فيبرينولايتك ايجنت، فبالتالي هنا تم تثبيط نشاط الفيبرينولايتك سيستم سواء عن طريق الدرجز أو في هذه الحالات المرضية أو في حالات اللي هو سموكينج والإيجنت. الآن ما هي العلامات الأساسية للدي اي سي؟ ايش هي الفيتشرز؟ بيعاني المريض من بليدنج، فبتظهر عليه أعراض بيتيكاي وبربورة على غالبية البيشنت، بصير عندهم اللي هو هيموريجيك بولا يعني بثرة دموية، أيضا في عنده نزف من الوند، خاصة أنه بصير أوزنج اللي هي نزنزة من الجروح اللي بتنتج من تروما أو سيرجيكال أو من عملية جراحية، او ممكن يحدث اوزنج اللي هو نزنزة من الفين بانكشر او من اللي هو من الشرايين انترا ارتيريال لاين، في من اللي هو الانابيب اللي بتتقل من داخلها في الشرايين، سواء كانت اللي هي عبارة عن مواد غذائية او ادوية تعطى بالشريان، فبنجد انه من حوالين النيدل بيصير في نزنزة من نزنز الدم من المنطقة هذه، وبصير عنده أيضا هيماتوما سبك يتنصني تحت الجلد، وفي الأنسجة العميقة أيضا نلاحظ تجمع دموي. الآن بالنسبة للمريض الدي اي سي بيقول لك إنه في عنده بيكون عنده يلاحظ نزف من ثلاث أماكن ليس لها علاقة في بعضها. تمام، ثلاث أماكن ليس لها علاقة في بعضها. طب ما هي أسباب البليدنج؟ أسباب البليدنج استهلاك عوامل التجلط، تنشيط زايد للفيبرولاتيك سيستم، وجود الـ FDBs وفيزل دامج. بالنسبة لحدوث شك، برضو تاني عارض من أعراض أو تاني فيتشر من فيتشر دي اي سي، الشك تنتج بسبب excessive bleeding، نزف بشكل كبير جدا، وتكوين تكوين الثرومبس. تكوين الثرومبس منع عودة الدم الطبيعي إلى القلب، فبالتالي صار في عنا تنشيط للكينين سيستم، وهذا أدى إلى زيادة الفاسكولار بيرميبيليتي، نفاذية الأوعية الدموية، أدى إلى حدوث هايبوتنشن وشوك، بالإضافة إلى أنه وجود الـ FDBs بتعمل فازودايليشن، وهذا اللي بخفف ضغط الدم وبيدخل المريض في شوك، وبيدخل عند مرض بصير عنده مايوكاردين انفاكشن. ايضا بيعاني من اند اورجان دامج فيلر، بصير فيه طالما حدث خلل في المايكروفاسكولار تكون ثرومبوسيس، هذا يمنع وصول الاكسجين والترويه الدمويه والغذاء الى النسيج او الى العضو، يؤدي ذلك الى سيستميك انفلاماتوري سيندروم، ويؤدي الى مالتيبل اورجان ديسفانكشن سيندروم، فنجد انه تصاب زي ما قلنا ثلاث اماكن ليس لها علاقه ببعضها زي كيدني وليفر ولانج. وجدوا انه الدمج للكيدني يحدث في 25% من حالات الدي اي سي، بالنسبه للليفر 19% من حالات الدي اي سي، 16% بالنسبه لللانج. ايضا يحدث عنده مايكرو انجيوباثيك هيمولايتيك انيميا، وهذا يحدث بسبب النروينج او الاوستراكشن للبلود فيزل، ادى ذلك الى فراجمنتيشن في الاريثروسايت، وفي النهايه حدث هيموليسيس،
ولا وعملنا بلاد فيلم نجد اللي هو شيستوسايت، هي عبارة عن خلايا ار بي سيز متآكلة، بتبين ببلاد فيلم كما هو موضح في هذا الشكل. بالنسبة هناك تايب انواع للدي اي، انواع للدي اي سي بالإضافة الى الستيجز. في عنده ستيج هايبر كوأجلوبال ستيت، بصير في زيادة في التجلطات، هايبو كوأجلوبال يعني انخفاض في تكوين جلطة في مكان بيحتاج انه يتكون فيه جلطة، وفي عنده تنشيط زايد للفيبرينولايتيك سيستم اللي هو سكندري فيبرينولايتيك ستيج. الان لما بيصير في عندنا في البرايمري ديزيز اللي هو المرض ما ليس له علاقة بالدي اي سي، لكن تطوير هذا المرض ادى الى حدوث دي اي سي، بيصير في افراز للتشو انجوري، بصير تشو فاكتور فاسكولار اندوثيليال دمج، بلد سيل دمج، وبعض الحالات الاخرى يؤدي ذلك الى ريزل للتشو فاكتور وزياده نشاط البروكو اوجلوبال، بصير الاكتيفيشن، فبصير عندنا تكوين للجلطات. هنا هي حاله هايبر كوأجلوبال. الان في زياده نشاط الجلطات بيصير تكوين زايد للفيبرين يؤدي لحدوث ثرومبوسيس، وبتنشط بنفس الوقت الفيبرينولايتيك سيستم. ايش بيعمل الفيبرينولايتيك سيستم؟ بيحطم الفيبرين كلوت والفيبرينوجين، بيؤدي لتكوين الاف دي بيز، وايضا بالنسبه لتكوين الثرومبوسيس بسبب نشاط الزايد لعوامل التجلط، بصير في استهلاك لعوامل التجلط، فبالتالي بيحدث هايبوكوأجلوبال يؤدي ذلك الى بليدنج شوك بالاضافه الى هيمولايتيك انيميا. الان بالنسبه للهايبر كوأجلوبال نجد انه انخفاض في زمن البي تي والبي تي تي، زياده والبليتلس بصير في زياده في نشاطها بالاضافه الى انخفاض في عددها. في عندنا الفيبرينوجين يستهلك وهناك اثر لوجود جلطات. في حاله الهايبو كوأجلوبال بكل بليدنج تايم عنده زايد، البي تي البي تي عالي، في نقص في عدد خلايا الصفائح الدمويه، الكلوتينج فاكتور بتنقص، وفي عندنا الفيبرينولايتيك سيستم اما بيكون نورمال في هاي الحاله. في عندنا السكندري فيبرينولايتيك سيستم بيكون في زياده في نشاط الفيبرينولايتيك سيستم، في انخفاض في البلازمينوجين لانه تحول كله للبلازمين، وفي عندنا هذا فحص 3 بي دي بنسميه بلازما بروتامين بلازمينوجين تيست بيكون بوزيتيف. هذا الفحص هو فحص قديم للاف دي بيز، فنجد ان الاف دي بيز لها موجوده وبالتالي بيكون بوزيتيف. بالنسبه لانواع الدي اي سي هذا راجع الى مدى تطور المرض، هل يتطور بشكل سريع ولا بطيء، اذا سريع هو اكيوت، اذا بطيء بنسميه كرونيك. في عندنا كومبنسيتد دي اي سي اللي هو تعويضي، هذا يحدث لما بيكون في هناك ستيميوليشن للكوجوليشن خفيف، لما يكون في الستيمولس اللي حفز التنشيط عوامل التجلط بيكون قليل، فبيتم استهلاك هذه العوامل، لكن في نفس الوقت الليبر بتبدا تزويد نشاط زياده انتاج هذه العوامل الى 5 أضعاف الوضع الطبيعي، تمام، فبالتالي بتعوض النقص اللي صار في السيركوليشن. ايضا بنفس الوقت انتاج الصفائح الدمويه يزداد الى 10 أضعاف الوضع الطبيعي، فبالتالي هذا الشخص ما بيكون عنده تعويض للفاكتورز النقص والتعويض لعوامل التجلط، فهذا الشخص بيكون نادر ما ينزف نزف تلقائي، وبتلاقي بيكون الاعراض عنده خفيفه، لكن الاعراض ما بتصير عنده الا بعد ما يحدث له تروما وبصير له سيفير هيموريج بعد سيرجري كبيره. بالنسبه لعلاج الدي اي سي، وهي اخر نقطه ننهي فيها موضوعنا، انه لازم اعالج السبب اللي خلى الدي اي سي موجود، تمام. بعد هيك بيبدوا يعطوا سبورتيف مانجمنت اللي هو عباره عن علاجات تدعيميه. فلو كان هذا الشخص يعاني من زياده في نشاط الكوجوليشن، بالتالي بيعطوا له لور دوز من الهيبارين كتريتمنت، وبيعطوه انتي ثرومبين 3، وممكن يعطوا اكتيفيتد بروتين سي. لكن اذا كان عنده حاله بليدنج فمعناته لازم انا اعطيه بعض المكونات اللي توقف النزيف، زي اللي اعطيه بليتلت واعطيه اللي هو فريش فروزن بلازما اللي فيها عباره عن كوجوليشن فاكتور. يعطيكم العافيه.